أسمعتم أحدا منهم يسب أبا جهل، يسب أبا لهب، يسب فرعون، يسب هامان، قارون، السامري، يسب النمرود؟ ما سمعنا بهذا ولا قرأناه في كتبهم، مع أن أولئك كفرهم صريح وفعلهم شنيع، نص الله على كفرهم ونص النبي على ذلك، وقال عن أبي جهل فرعون هذه الأمة، ومع هذا لا يسبونهم ولا يتكلمون عليهم، بل لا يسبون إبليس ويسبون هؤلاء. ما جريمتهم؟ ما صنيعتهم؟ لماذا تكرهونهم؟ لأنهم نقلة القرآن والسنة، يحسدونكم على ما عندكم من الخير، ما عندهم أسانيد للقرآن، ما عندهم أسانيد للسنة. أسانيد القرآن والسنة ينقلها أهل السنة والجماعة، هم يريدون الطعن في الكتاب، يريدون الطعن في السنة، يريدون دينكم، لا يريدون الصحابة، يريدون الدين الذي نقله الصحابة رضي الله. ماذا فعل الصحابة؟ الصحابة قال الله فيهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تراهم ركعا، أي من عادتهم وديدنهم ركعا سجدا. أهؤلاء منافقون؟ المنافقون هم الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أين هم الذين قال الله فيهم رحماء بينهم؟ من هم؟ من هم الذين قال الله فيهم وألف بين قلوبهم؟ من هم؟ من هم الذين قال الله فيهم أدلة على المؤمنين؟ من هم؟ هؤلاء يريدونهم، يريدون هؤلاء. إن موقفنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط لأشخاصهم، وإن كنا نقف معهم لأشخاصهم، وإنما لهذا الدين الذي نقلوه. فإن في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن في القرآن ورد له، وإن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن في السنة ورد لها.